حاسس ان الجريد ده جزء منه طبعا يعني. فما ما ممكن دول يجيني من دافور ولا من كردفان يقول انا اللي شمالين انا عربي، كان ضغط الارض ما بيسالوك. وحتى كنت عارف بتاعك نظيفه كده عشان ما كلام عشان ما يكون ساكت. عادي في ده واحد من دارفور ده لو جاء وخش الخرطوم اللي هو اتنقل هنا، وفي وديك تقريبا النظيفه اللي في اوروبا اللي هو اتنقل هنا. قال قاعد معانا ليه؟ لا بيقدر شوف اي زول من كردفان الا لو يتعايش، لكن من كردفان ولا من دارفور مركب شفره بتاع اوروبا هنا في مخه. انا ممكن انا ده اللي قدامك احمد ده بقدر بتعامل مع واحد شمالي، لكن هو ما يقدر يتعامل معه الا لو يتعايش ويتخلط معه، ما يقدر نهائي. والشماليين المدعين بالاوروبا بيشوفوا انه اي زول جاي من دارفور يا زول ما بعرفه، بقول لك انت حباني ولا رزاقي ولا شوف، يقول لك ده شنو دي مسميات ساكت، انت كلكم غرابه كلكم بلاك بيبل يا زول، انت عربي بتاعت حبوبتك والله جد خدت عليك بالنظيف يا عمار. وهو الكلام ده دي فاته فاتو شافه في الخرطوم وفي الجضارب وفي شندي وفي كسل وفي برفضان، شافه بيقول بعدين وسيموه بعظامه. تكلموا كيف يا زلمه؟ تكلم كيف يا حبابي؟ يا روح امك دخل على المصري ذاته المصري قال له لو انا عربي، لو انا عربي ليه يكون عندي كفيل في السعوديه؟ ليه بيدخلوني من باب الاجانب؟ انا مثلا خد طريق وكله هوس، كله هوس. في زول كاتب لي دعوه 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 كتير كده. شاهد شاهد من اهل من الجزيره قلت لنا هذا الخرطوم ده، بقول لكم انتوا على الاوض صح؟ ده زي شيخ توف، شيخ توف تتذكر شيخ من الـ من الـ من الجزيره شيخ توف، تعرف شيخ توف؟ قال لي مستحمل ده انا ود الخرطوم، قال لي انا ود العاصمه اندور ب 100 متر بيت معصب ده، قال لي انا من الجزيره والله حركته الكلام ده حركه. عمك ذاك اللي بمشي مع اسمه زلمه الفقير ذاك على اصفراني شويه ده، لا من طلع يا زول ويتكلم قال لك الله جاب المقطع حقه، قال كيف يقول لي الكلام ده؟ حركته طبعا صح؟ ما كان والله ولا يطلع لي ولا يروت علي شكله. قال لا انت عرفني ان انا 400 متر انا ود العاصمه، قال لي هم افتكرني انا من الجزيره صحيح كلامهم، شوفوا انت برضه انا ما صحيح ما عندك اي حاجه. عموما الخلاصه كده عشان ننتهي من اللغط ده كله، لا تقول لي انت من الجزيره لا دارفور لا جبال النوبه لا بتاع لا دي الازرق. نحن دايرين دولة بتاعت مؤسسات، والمؤسسة دي تخش مؤسسات خدمية بس، ما تعاين لشكل الزوم، ما عندك له حاجة، دار جواز تسجل جوازك، تمشي المدرسة ده أستاذ يعلم تتخارج وانت تمشي المستشفى تلقى زول ما عندك شغل بشكله أبيض بني ولا بسجي كركدي ده ما شغلتك، يديك يضبطك حقنة ومع السلامة الموضوع انتهى. والكلام ده عشان نغرده في الناس لازم أول نحك الجري، نحكه وننظفه، ننظف الماده منه، نحك بلدي دول ونلف رشاش حتى يبرد. لو ما اتناقشنا في الموضوع ده ومرات انت لما تتحرك مني وبعدها ترجع تفكر 60,000 فكره في راسك هنا تلوك وتمام كده، ما بيكون في وطنيه ولا بيكون في تقبل الاخر. ما هو في مشكله، لو المشكله دي ما انحلت ما بيكون في تقبل الاخر، يعني انت ما حتقبلني لانه انت في عقليتك زمان تعتبرني انا عباره عن متطفل في الدوله، فما ممكن ما بترشحني حتى عقليه كده، ما بترشحني انا رئيس ولا والي ولا مستشار ولا بتقبلني سفير. انا بدي اقول لك حاجه، العقليه دي عشان تفكها لازم تحكه شديد، احكه وتبله. وذات انت لو بقيت انتهازي مثلا، انا لو بقيت مع رؤساء الحركات المسلحه هذول انتهازي برضه الشماليين بيقول لي انت مع انتهازي انت كذاب، انت كضاب، انت ما في ما مني، انت ما مع عبد الواحد، انت ما في لا انا كلهم لب شروط شت مع السلامه، ما عندي اي حاجه. طب ده كلهم متسلقات يا زلمه. عموما عشان الموضوع ده تحك وتنظف وكده بعد ذاك حتى نمشي قدام. الدليل امشي المحكمه والله يا يعني.
في المحكمة. أنا بحكي لك من الواقع. في المحكمة بيكون في، ما كل الناس، لكن الظاهرة دي موجودة. تلقى واحد من جبال النوبة أو من دارفور، أكثر ناس بيتعاملوا مع جبال النوبة يمكن ناس وات مدني وناس الخرطوم، لأنه متعايشين كتير كده يعني. وتلقى ناس أطبر منهم، وتلقى ناس كسلة وناس بور سودان برضه بيتعاملوا، لأنه هناك في كمية بتاعت نوبة يتعاشروا معهم. لكن يعني المحامية في المحكمة تلقى واحد يجي يفك راسه كده، حتى لو محامي شاطر بينزل دوره. دي برضه عادة سيئة جدا. أنت تشوف المحامي الكفو، الكفو اللي بيقدر، أنت صاحب حق يعني، أنت ما مطل، ما أنت ما مدلس أو أنت حرامي تجي تنزل المحامي الكفو عشان يجي يجيب لك حقوقك. لا، المحامي الكفو أنت بتنزل وبعد ده خد النظر أنه هو يكون من الشرق ولا الغرب ولا الجنوب ولا الشمال. لا لا، بس تشوف أنه هو كفو ويقدر يتكلم ويقدر يخترق الزول اللي أنت ضده ده. كويس، ده الموضوع كله. عشان نحن نوصل للكلام ده الان هسه في هواجس، انت عارف والله. هم مرات برضو بيكون انه يعني شيء تحبوه عسى ان يكون شرا لكم، وشيء تكرهوه عسى ان يكون خيرا لكم. عشان يعني انا من ضمن الناس اللي طبعا كارهه اكثر من الخرق، لكن جاي حميتي ده بقعده هسه هنا في الخرطوم ده، ونهايه حميتي ده نهاية الظلم في السودان وحقي برجع. انت عارفين كلام ده، ركز في النقطة دي. أقوى هنا ونزل في أي محل عدة وفي أي بيت. حمدت المجرم، القاتل، القتلنا، السحقنا، أجي يطبق النظرية بتاع دارفور، وأبو رحف يستنكر الحتة دي، وقاعد يذكر في لسانه كثير دارفور دارفور، لكن بس النقطة هنا ركز في كلام أبو رحف في الموضوع ده. ركز، قال شنو؟ قال ما حصل لمرأة سودانية بقوة زي ده. ديك مرأة والله يا جماعة أنا مرات بغضب بغضب شديد، لكن برضه بيتحكم على أعصابي بعد. طيب، أهمتي أنا بكره، وكثير من الناس كرهوا نفس النظرية. قلت لك كرر الكلام ده، اللي اتطبق في دارفور اتطبقها، واتطبقها على أخوه والدعم موسى هلال وعلى على سافنا وعلى الناس والقتل والقمع والتشريد، بقي يطبقوا في الخرطوم. تمام، حلو. طب انا بكرهه، لكن حسن قعاده ونهايته، نهايه همتي دي نهايه العداله في السودان. كيف اقول لي؟ اول حاجه، اي ظلم من ابناء الشمال بيعرف تمام انه همتي ده منو وحقيقته شنو، ويصدقني انا صاحب قضيه صحيحه. هل ده انتحقوه واغتصبوه ولا كذب؟ وده بيثبت حتى نقطة مهمة جدا قالته أنا، قالت الناس اللي قطعوا البحر الأبيض المتوسط كلهم قاعدين يكذبوا للخواجات في الانترفيو حقهم، يقولوا اغتصبونا وقتلونا. دي المعفن الوسخة حيات دي، كويس. برضه مركبة شفرة بتاعت أوروبا، هي طبعا حلفاوية. ف ف ف بديك دعوة يا أهلي، بديك دعوة، بديك دعوة، خليك كده بس. تمام، ده بيأكد انه الاغتصاب والقتل والقمع الموجود في الخرطوم ده، انه حياه هسه هنا ده، تصدق انه الكلام ده حصل في دارفور ولا ما حصل؟ الشمالين انفسهم بيصدقوا انه الكلام ده حصل في دارفور ولا ما حصل في دارفور؟ ثبتوا لنا قضيتنا. احنا ما متمنين يحصل لهم كلام زي ده، لكن قضيتنا كده ثبتت. ده نمبر 1. نمبر 2، غصبا عنه رقم عن انفهم قران في رقبتهم سمعا وطوعا وطاعة، ولا على كيف يتوحد معانا بحكومه قوميه، والا يمشي اريتريا وسوريا زي ما مشينا نحن دي شهر. ما بنشتغل بهم طبعا، ولا انت ما شاء الله. شوف الكميه بتاع الانتهاكات دي. خير الناس اللي بمرقوا البقموم الان بنوا. وعديل اجيب لكم فيديو، قبل اليوم كان في ناس قاعدين شحدوني في الصفحتين اللي اتكفلت بفكوا بعد 17 يوم. الرايد الخلع، رايد خلع وماش رايد، جا دخل في صفحتي 3 مرات، ومعايا الاستاذ كان قاعد معي برضه، هو قاعد انا استقبلته. قال عديل انا ممكن ادق للاستاذ ذات عديل تلفون هسي تسمعوا الكلام اللي انا مصداقيه للكلام ده. فقال ان احنا ثاني برنامجنا نضرب ناس الخرطوم بس، ما عندنا اي حل ثاني.
مش جبل ناس الخرطوم مع فيه الخرطوم دي مع فيه كل السودانيين شرق وغرب، قال دق الشماليين بس. طيب ده الان الشيء الحاصل، انت بعد ده مجبور تكفر بالاحزاب الكرتونيه الوهميه السجنيه، انت مجبور تكفر وتثبت لي قضيتي، وتاني ما تمرق مظاهرات تقول البشير ما يسلموا المحكمه الجنائيه الدوليه. انا ذاتي بقول خليه يطبخوه محليا، ليه يجيبوا المحكمه الجنائيه الدوليه ذاتها؟ المحكمه الجنائيه الدوليه جابوا عليك وشيب سوليوشن راقد في سرير فاضي.